ضروري سكورتين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات كيف ما كتشوفوا معنا استنفار أمني كبير بمحكمة الاستئناف، وفي هذه اللحظات سيتم نقل قتلة بدر إلى سجن عكاشة بعد إحالتهم من طرف السيد الوكيل العام على سجن عكاشة بعد ما تحالوا السيد قاضي التحقيق واللي تابعهم بتهم جنائية ثقيلة جدا، تهمة القتل العمد، تهمة السرقة، تهمة تكوين عصابة إجرامية وعدة تهم، وكيف ما قلنا أنه تبين أن عندهم ضحايا آخرون من غير بدر. ربما بدر هو ذاك الملاك اللي بالفضل ديالو غادي تبان حقوق هاد الضحايا اللي مشاو، اللي من بينهم شاب في مقتبل العمر كان غيكون شرطي لأن نجح في الكتابي وفي الشفوي، شفنا الدموع ديال الأب ديالو وشفنا الانهيار ديال الأب ديالو، واللي كيقول 5 سنين وأنا كنعاني واليوم أنا فرحت، اليوم أنا فرحت لأن ولدي غادي يتخاد لي حقه، اليوم أنا فرحت أن المتورط في قتل الإبن ديالي والصديق ديالو اليوم راه عند هذه المحكمة اللي هو عنده الثقة فيها والمغاربة كلهم عندهم ثقة فيها. اليوم تنبغيو نشكروا العدالة المغربية على جميع المجهودات اللي كتقوم بها. العدالة، العدالة لبدر، بدر، والعدالة للشابين الآخرين واللي مشاو أيضا بنفس القضية ونفس الطريقة. إذا استنفار أمني في انتظار خروج المتهمين الخمسة، واللي غتم الإحالة ديالهم على سجن عكاشة. ها العلاوي، ها لا 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 غير خود باقي الحال، انا خديت إذا كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات استنفار أمني كبير، لحظة نقل قاتلي بدر، خمسة ديال المتهمين من بينهم المتهم الرئيسي واللي قام بدهس الشاب بدر والقتل ديالو. إذا تحية لرجال الأمن، تحية لرجال الأمن على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها بطبيعة الحال دائما. تنحييهم. إذا كتشوفوا معنا السرعة اللي غاديين بها. تحية للسلطات الأمنية على المجهودات اللي كيقوموا بها. إذا في هذه اللحظات نقل خمسة ديال القتلة ديال بدر من محكمة الاستئناف ومتابعتهم بتهم جنائية ثقيلة، من بينها تهمة القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة وعدة تهم ثقيلة تنتظرهم في انتظار النطق بالحكم اللي يرضي جميع المغاربة ويرضي عائلات الضحايا. إذا شكرا للسلطات الأمنية، شكرا لأي واحد كيساهم من بعيد أو من قريب على تحقيق العدالة في بلادنا، شكرا لرجال الأمن، شكرا للسلطة القضائية، شكرا للنيابة العامة.
إذن تحية تقدير واحترام لكل من يساهم في حماية هذا الوطن. شكرا لهم وشكرا لكم أيضا، وإلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.